إن شاء الله راح نتكلم عن النزيف الذي يحصل بسبب البواسير. أيضا من مضاعفات البواسير قد يؤدي حصول نزيف حاد وكبير في البواسير أو تكرار حصول نزيف مزمن منها. أيضا ممكن يحصل الإصابة بحالة من فقر الدم بسبب نزول كميات كبيرة من الدم بسبب هذه المنطقة، وهذا ما يعني ما يتطلب العناية بتناول الأطعمة عالية المحتوى من الحديد كاللحوم والأعضاء مثل الكبد الدجاج والبيض ومشتقات الألبان. من الضروري استشارة الطبيب مباشرة عند حصول أي مضاعفات لمرض البواسير، لأن يسبب فقر الدم، وهذا الفقر الدم ممكن يسبب الوفاة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.